مرحبا بكم، موعد جديد في المحقق بلوس مع سلسلة لم يعرض من قبل. القضايا اللي لم يتم عرضها سابقا في وسائل الإعلام واللي نقدمها لكم بصفة حصرية في المحقق. واليوم قضية باش ترجع بينا للحديث مرة أخرى ساعات على أصحاب الخير وقت اللي يتيحوا بأصحاب الشر. الحقيقة مش هذا يعني أنه الواحد بالنسبة لي ما عادش يلزمه يعمل الخير، وإلا بالعكس يسكر على روحه ويبعد على الناس وإلا يكون شراني، لا. ولكن ساعات صحيح كي تعمل الخير في اللي ما يستاهلش ما يكون جزائك كان الشر. مرحبا بك في حلقة جديدة من لم يعرض من قبل. حكايتنا لليلة باش تهزنا للمهدية وتحديداً للجم، وباش ترجع بينا ل 19 مارس 2011. البلاد خايضة، الناس داخلة بعضها، تشوف في الدخان طالع والنار من دار خالتك حليمة، مرأة كبيرة عندهم في الحومة، مرأة كبيرة وتسكن وحدها. خالتك حليمة عندها دار بريد شوسي وبرومير إيتاج، تسكن هي في البرومير ايتاج وريد شوسي من اللي خرجوا الجيران وبقى فارغ، من اللي خرجوا الكوري بتاعها بقى فارغ. حريقة كبيرة وقت اللي باش توصل الحماية ما طفاو النار ما دخلوا باش يلقاو المرأة الوحدانية المسكينة متفحمة، كلاتها هي زادة النار كيما كلات الأثاث وكيما كلات اللي فما في الدار الكل. ويا لطيف يظهر وأنها مسيكنا البارح في الليل كانت حاطة كانون، الكانون شعل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحسيرة ولا في الزربية، شعل الدار والمرأة ماتت الله يرحمها، يا تخنقت يا ماتت بالنار. أتوا تقرير الطب الشرعي يفيدنا في الموضوع. علاش؟ على خاطر رغم أنه ظاهرة للحكاية حادث، إلا أنه في مثل هذه الحالات وهذا الأصح وهذا الأصح، فما حالات راهو ما يتعملش فيها، ولكن الأصح حتى ولو هو ظاهر حادث يلزم نعمله تحليل وتشريح، لأنه ينجم يكون مش حادث، لأنه هذه تعتبر وفاة مسترب. على كل حال هذا اللي باش يصير، لكن في انتظار أنه يجي تقرير الطب الشرعي اللي نجم ياخو حتى التقرير الأولي أيام وربما أسابيع، الأمن عمل اللونكيت الأولية يسميوها متاعو باش يسأل وباش يثبت وباش كذا، ودار على الجيران يسأل فيهم. خالتك حليمة عندها مشاكل، عندها ناس متنابزة معاهم، عندها كذا. تي لا يا راجل، تي مرأة معناها حتى عجرح تبرى، مرأة كبيرة ما هيش معرسة، معناها عمرها في السبعين، معناها ما عندهاش لا صغار لا عائل، عند أختها ساعات تسهل عليها، ما تسكنش هنا داير بحذاه، وهي تسكن وحدها، معناها وحدانية، كانوا توا عندهم مشهرة بحذاها كوري خرجتهم هذاك الكوري هكاها وعادة ولات تسكن وحدها من وقتها، الله يرحمها مسيكنا. اي باهي توا ما فما حتى واحد عنده معاها مشكله، ما فماش مثلا ما كانتش مخبيه فلوس في الدار، هدوا عليها سراق، شنو المعطيات اللي تنجم تفيدنا به؟ والله باش نقول لك سي المحقق، معناتها ما فلوس ما نعرفش عندها، عندها اللي نعرفه كانت عندها تفتوفه فلوس، كانت تقول لي اللي هي باش تحب تعمل عمره تلمت في تفتوفه فلوس، اما التفتوفه الفلوس راهي يرحمك الرحمن، معناها ما عندهاش، تهزت لها. تهزت لها؟ كيفاش تهزت لها؟ اي تهزت لها، ماي قتلي يرحمها اللي كان عندها كانوا عندها الجيران اللي يسكنوا عندها فيهم وليد عاق اسمه سليم،
سليم هذا في العشرينات من عمره وليد نهار كامل وهو يتفتف. عاد حسب ما قتلي اللي هو هزلها مرة خاتم وهزلها طرف الفلوس اللي كانت محضرتهم للعمرة الله يرحمها. هما الوليد ذي مشيه وما توا عندهم أشهرة معناها برا شوف ملي 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 هي شكيت بيه خرجت الدار متاعهم وبالتالي خرجوا الناس الكل به. وقيدك المحقق اسم سليم وبش يمشي يفركس من بعد ويشوف شنو هدرته السيد هذا. ولكن في الأثناء الجارة ما زالت تحكي وهي راهي المرحومة عندها طرف الفلوس هذيك وعندها طرف واحدة عندها اللي نعرفوا عليها هنا اللي عندها واحدة براسلي ذهب كي الخلخال تقول انتي معناتها مكل قديم وكالذهب الباهي ومعناتها وحاجة غالية وحاجة عمرها ما تنحيها من يديها. هاو شوف أخص هاو عندي تصويرة كانت حضرت في عيد ميلاد واحد من الأولاد. هاي موجودة في التصويرة في عيد ميلاد واحد من الأولاد وهي لابسة الفردة متاحة فردة ذهب. لقيتوا انتوما فردة ذهب في الجثة سيد المحقق. وهنا سي المحقق باش يمشي يثبت في التصاور اللي عنده على الجثة وفي التقرير اللي يحكي على الجثة وموش باش يلقى الفرد. الفردة اللي موش باش تتلقى في حتى بلاصة من الدار. وهنا باش يولي عندهم شك أنه حقيقة مقتل المرحومة هي في الواقع جريمة قتل فما شكون يحب يخبيها على أساس أنها حريقة. معلومة باش تتأكد للعناصر الأمنية وقت اللي باش يجي تقرير الطب الشرعي. التقرير باش يقول اللي المرحومة ما توفيتش نتيجة الحرق ولا نتيجة الاختناق إلا بالغاز. المرحومة توفيت نتيجة ضرب بجسم صلب على راسها ونتيجة خنق بأيدي أو باستعمال عبارة على أحبل للخنق. هذا اللي باش يأكدوا التقرير. ومن هنا باش نولي ونحكيوا على جريمة قتل ومش على حادثة متاع حرق.